مساء الخير، مساء السعادة، مساء الهنا على كل مشاهدينا. حلقة جديدة من حلقات برنامج من يجدها، وزي ما احنا متعودين في من يجدها ان احنا بنتكلم عن كل حاجة تخصك، بنتكلم عنك، عن بيتك، عن أسرتك، وعن كل حاجة ممكن تخص حياتك. الحقيقة النهاردة هيكون معانا موضوع مهم جدا، وهو ازاي الأم تستعد لقبول العام الدراسي الجديد. ازاي نقدر نستعد للمدارس اللي داخلة خلاص، يعني المدارس تقريبا زي ما بيقولوا كده على الأبواب. بس في البداية عايزة أقول لكل مشاهدينا اللي بيشوفونا وبيتابعونا صفحتنا على الفيسبوك من يجدها، بنستنى وبيساعدنا وبيشرفنا ان انتوا تبعتوا لنا تعليقاتكم، سواء عن حلقات حابين ان احنا نعملها ونقدمها في من يجدها، او اللي عنده موهبة، عنده فكرة حلقة معينة. كل حاجة بتبعتوها لنا بنهتم بيها، وبصراحة فريق الإعداد بيهتم بيها وبيقراها وبننفذ فعلا طلباتكم زي ما بتبعتوا لنا، وكمان بننتظر مداخلاتكم، بيساعدنا فعلا وجودكم ومشاركتكم معانا في الحلقة. معايا رسائل بصراحة جات لنا المرة اللي فاتت، وبعد ما يعني الحلقة اللي فاتت وبعد ما خلصنا حلقتنا ابتدت الرسائل تتبعت لنا على صفحة من يجدها. خلوني أقرأ معاكم الرسائل. أول رسالة جات لنا كانت من مرمر، بتقول ممكن أشارك في البرنامج، وبعت جزء من شغلها وهي بتعمل شغل هاند ميد. صراحة يعني يا مرمر شغلك حلو قوي، وإحنا منتظرين فريق الإعداد يتواصل معاكي وتكوني معانا إن شاء الله في حلقة من حلقات من يجدها. كمان رسالة تانية مبعوتة من دميانة، أهلا بيك يا دميانة، بتقول لعشاق الأكل البيتي، بتعمل جميع الأكلات سواء مستوي أو ني، وهي على يعني على أتم الاستعداد إنها تعمل عزومات أو حفلات أو أفراح، وبعتلنا رقم للتواصل، هيتم التواصل معاكي برضو وإن شاء الله تكوني معانا. إريني بتقول أنا اسمي إريني إسحاق، مهندسة تصميمات مطابخ، وعندي 34 سنة، ونفسي أطلع في البرنامج وأقدم شغلي، وبعت لينك الشغل بتاعها والصفحة بتاعتها، وبتقول ممكن حضرتك تساعديني أجي أقدم البرنامج. إحنا معاكي، وإن شاء الله هيكون ليكي فرصة وتكوني معانا في البرنامج، وإحنا بيساعدنا بجد كل الرسائل اللي بتجيلنا منكو إن إحنا نستقبلها، وإن أنتوا تكونوا معانا ده بجد حاجة تشرفنا جداً. رسالة كمان من تريز بتقول أكون شاكرة جدا بالاشتراك في صفحتكم من يجدها، وأشكر حضراتكم المذيعات الأفاضل على البرنامج اللي بتقدموه. شكرا جدا، شكرا ليكي جدا وعلى متابعتك الجيدة، احنا كمان بيسعدنا مشاركتك معانا على الصفحة. معانا رسالة كمان من أستاذة منى سامي، بتقول مساء الخير، برنامج ناجح ومفيد، ربنا يقويكم ودايما في تقدم باستمرار، وبركة رب المجد وأم السيدة العذراء تكون معاكم. شكرا جدا على محبتك، شكرا جدا على كلامك الجميل اللي دايما بيشجعنا ان احنا نقدم كل ما هو أفضل وأفضل ليكم. رسالة كمان جات لنا من مارينا عبد المسيح، بتقول من فضلكم عاوزين مواضيع عن الخطوبة وتجهيزات العروسة والحاجات المبالغ فيها في الطلب، التحضيرات يعني بتاعت الجواز والأجهزة، ودي فعلا احنا اتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت. لو انت كنت متابعة معانا، لو حابة نبقى نعمل جزء كمان نتكلم فيه من عينينا حاضر. في معانا أمل عايد بتقول برنامج رائع ومفيد، ربنا يبارك مجهوداتكم، يا رب أفكار لمشروعات، يا ريت أفكار لمشروعات من المنزل للأمهات اللي مش بتشتغل وعايزة تزود دخلها. هيكون معانا أفكار إن شاء الله، وهنعمل حلقة مخصصة عن الموضوع ده، إزاي نقدر وإحنا قاعدين في البيت ونقدر إن إحنا نعمل مشروع حتى لو صغير نزود بيه دخلنا. بصراحة بيسعدنا جدا رسائلكم دي، بتفرحنا جدا إن أنتوا دايما تكونوا معانا، وبنحس إن أنتوا كده يعني
اهلنا اللي في البيت وكانكم معانا هنا في الاستوديو. مستنيين رسائلكم على صفحتنا من يجدها، ومستنيين كمان تليفوناتكم ومشاركتكم معانا في الفقره. الفقره اللي جايه هتكون عن ازاي استعد للعام الدراسي، ازاي اجهز نفسي، وازاي احضر ولادي نفسيا وبدنيا، وازاي البيت كله يبقى في انتظار العام الدراسي. هيكون معانا في فقرتنا دكتوره جيهان نخله، اخصائي ارشاد نفسي واسري، وكمان بنرحب بخادمه الاشاره استاذه حنان بشرى. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. مرحبا بحضراتكم مره كمان، وجي معايا فقرتنا اللي هنتكلم فيها عن ازاي الام تستعد للعام الدراسي، ازاي تستعد نفسيا، وازاي تستعد ماديا، وازاي الاب كمان يكون ليه دور قوي قوي في الموضوع ده. يعني هي مش فكره ماما خلاص بقى، يعني هنصحى الصبح ونعمل سندوتشات والمذاكره بتاعت ماما واللبس ازاي بتاع تخصص بتاع ماما، ازاي انا اهيئ ابني انا كأم وكأب، ازاي اقدر اساعد ابني ان هو يستقبل عام دراسي يكون مختلف عن كل سنة، ازاي احط اسس كده معينة، ازاي امشي عليها، ازاي اطبقها. ده اللي هنعرفه النهاردة مع دكتور جيهان نخلة، اخصائي ارشاد نفسي واسري. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذة انسي، منورانا النهاردة. منور بيك، ميرسي ليكي ولذوقك. موضوعنا النهاردة عن العام الدراسي ان شاء الله. وطبعا كل ام بقى المدارس خلاص بتقرب، في ناس هتخش في نص تسعة وناس هتخش أول عشرة، تحس إن في قلبان بيحصل، في أمهات مؤيدة جدا 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 إن المدارس داخلة ويعني شوية كده الدنيا تظبط شوية، وفي أمهات بتحس إن هي نفسيتها تعبانة، خلاص الدراسة هتخش أنا هيحصل جو توتر البيت. ففي البداية كده إزاي الأم بتستعد لقبول العام الدراسي؟ أنا هرجع هنا لدور الأم الأساسي الحيوي وسط العيلة كلها، وهقول لها يعني احنا بنشكرك طبعا وبنقدم لك كل تقدير واحترام على المجهود الكبير اللي بتعمليه مع اولادك، لكن مهم قوي قوي ان انت تهيئي نفسيا جدا على اساس ان ده هينعكس جدا على الاولاد وبالتالي على البيت كله والاب كمان. انت المفروض تعملي ايه؟ اول حاجه هقول لك عليها، انت ابتدي اشتغلي على افكارك. انت افكارك ايه عن التعليم؟ افكارك ايه عن الدراسه؟ ارجعي كده لورا وافتكري قد ايه ايامك دي كانت حلوه وجميله، افتكري قد ايه احنا بنتمنى ان الايام دي ترجع فعلا. فبلاش تعكنيني على نفسك وعلى اولادك وعلى اسرتك بانك طول الوقت تشحني افكارك بحاجات صعبه. هنعمل ايه؟ هنذاكر ازاي؟ هرجع الولاد ازاي اوقات المذاكره؟ هنحل الواجبات ازاي؟ كل ده بيحطك في مود صعب. انا عايزاكي تستمتعي بالوقت اللي فيه ولادك في المدرسه، الوقت ده بيجري بسرعه، ولادك بكرة هتكبر وكل المسؤوليات دي هتروح. أنا عارفة أنه صعب، عارفة أن أنا اللي بقوله عليه ده مش حاجة سهلة عليك. استمتع يا دكتور، دي يعني ممكن يكون مثلا أستمتع، أنتوا بتهزروا، أستمتع إزاي يعني؟ أستمتع معناها هنا أن ما بقاش مضغوطة. فأنا بالنسبة لي الموضوع ريلاكس جدا، واخدة الأمور بطريقة بسيطة مش معقدة الأمور. نمرة واحد لازم تعمليها في حياتك، ابعدي عن جو الماميز، عن جروبات الماميز، ابعدي عن الفيديوهات اللي طول الوقت بتقولك لقد اقترب الخريف، أنا شامم ريحة مدارس، أنا شامم ريحة كتب. الأمهات اللي طول الوقت عصبية ومتوترة وبتقلق اللي حوالي، أرجوك ابعدي ده، بالعكس استمتعي بولادك، ابتدي فكري مع ولادك، هيئي نفسك نفسيا، خدي بريك خالص ليكي حلو يوم أو يومين مفيش مشكلة قبل بداية الدراسة، كلمي فيه مع ولادك واعملي حوارات، هيئي نفسك من غير ما تبقي متوترة ومنفعلة وخايفة، لان ده هيعمل لك ضغط عصبي، ده هيسبب لك بعد كده ممكن يرتفع الضغط عندك، وده هينعكس عليكي في زعيق سويت خناق مع اولادك. نمره اتنين، ده هينعكس على اولادك، طول ما هم سامعينك بتشتكي خايفه قلقانه متوتره من العام الدراسي، تفتكري ولادك هيكون احساسهم ايه؟ هيتوتروا هم كمان، ويبقى فتره الدراسه دي أسوأ فتره في حياتهم، ان بيجي معاها التوتر والكركبه. هم خدوا ده كله منين؟ ما هو لو ماما هاديه بالزبط. وبتتكلم عن ان ده سنه دراسيه عاديه ومهما كانت صعبه هنعديها، واحنا بنتقدم خطوات لقدام، احنا كده بنحقق اهدافنا. السنه الدراسيه دي معناها ان احنا نجحنا وعدينا سنه وبنتقدم لسنه نحو ايه؟ نحو هدفنا.
احنا حاطين هدف مثلا انت عايز تبقى دكتور أيوة. اوكي انت نجحت السنه دي وطلعت سنه قدام فاحنا معنى ده ان احنا قربنا للهدف. بلاش تحسسي نفسك انك داخله معركه بالزبط. انت مش في معركه وتقبلي التغير. يعني التغيير اللي بيحصل في التعليم هو اللي بيعمل الازمه بتاعت الام, بيخليها تتحط قدام نفسها انا مش عارفه, انا مش ملحقه, انا مش قادره افهم النظام الجديد. بهدوء جدا النظام هيمشي عليكي وعلى غيرك اكيد, والولاد مهما كان قادرين يستوعبوا على فكره, هيعدي اللي فات, هيعدي اللي جاي, هيعدي احسن, وهتقدري تعدي وهينجحوا وهيكملوا طريق. حضرتك قلتي فكره حلوه قوي, جروب المامز, ابعدي شويه عن جروب المامز, ابعدي عن جروب المامز والفيديوهات. يعني بيحصل برضو ان في فترات كده قبل الدراسه تلاقي فيديوهات كتير نزلت لبقى اي حد, اي حد بيعمل فيديوهات اللي هو بيجيب بقى لايكات كتير, رغي كتير على الدراسه واللانش بوكس وهنعمل ايه ده بيوترك. ما هو انت لما يبقى طول اليوم افكارك كلها من الجروب عماله تقول ده خلاص قرب وانت نفسيا مش مهيئه, والبوستات اللي احنا تسمعي عليها والحاجات ده ريحه كتب وريحه مدارس وريحه كراريس. طب ما هو طبيعي ان انت بعد كده كل ده ياثر عليكي نفسيا. تمام, عايزين بقى نتكلم عن دور بابا. بابا طبعا ليه دور مهم جدا, واحنا طبعا ما نقدرش ان احنا ننكر حاجة زي كده, بس بابا ايه غير ان هو يجيب لي, يعني ان هو بيدفع مصاريف المدرسة, ان هو بيشتري الكتب واللبس والادوات, بابا ايه بقى غير ان هو يعني البنك اللي هو متنقل يعيني زي ما بنقول. يعني احنا هنا بنشكر طبعا كل بابا على الدور اللي بيعمله في انه طبعا بيشتغل ويتعب وقادر يوفي كل المصاريف والاحتياجات اللي عليه. لكن هنقف عند النقطة المهمة ان دور الاب دور مكمل لدور الام. مفيش اسرة, مفيش طفل سوي نفسيا من غير دور للاب ودور للام. اي دور ينتقص من الاسرة من دور الاب او الام ده بيعمل خلل نفسي في الطفل, بيبقى فيه حاجة عنده ناقصة. طيب ايه دور الاب؟ علم النفس قال كده, البيت الحازم او الاب الحازم في تصرفاته هو اللي بيطلع طفل سوي نفسيا, هو اللي بيطلع طفل ناجح. طب حازم يعني اضرب؟ لا طبعا. حازم يعني اشتم؟ لا. حازم يعني بتقول قرارات. طيب بابا يعمل ايه؟ نجيب بابا نقعده مع الولد. طبعا احنا مش بنتكلم على كيجيهات, احنا بنتكلم ممكن على مرحله ابتدائي او اعدادي او داخل على ثانويه حد عم. بيفهم يعني, حد قادر يستوعب, واقول له يا بابا بعد اذنك اقعد مع ابنك وحط خريطه. يعني ايه خريطه؟ يعني اكتب مثلا الهدف. الهدف ايه مثلا؟ ان انا عايز ابقى دكتور او ضابط او طيار او كده. طيب احنا عشان نوصل للهدف ده هنعمل طرق, 1 2 3, هنمشي كي جي 1 كي جي 2 1 2 3 4 5 6 اعدادي ثانوي وهكذا. كل ما بنحقق نجاحات وكاننا كده بنشطب, خلاص احنا بنتقدم نحو هدف. ده بيشجع, حفزه, ارسم له مستقبله, قول له عايز اشوفك في الحته دي, انت تقدر تعمل كده. التحفيز, التشجيع, الترغيب. العلم عمره ما كان اكراه. لو انا هاكره ابني على العلم عمره ما هيتعلم. لكن العلم تعليم, ترغيب, تدريب, وبالتالي الجنب دول في حاجه اسمها تحفيز وتشجيع. ومش مقتصر بس على الام, يعني لا, مقتصر والأب على الام دور اساسي على الاقل. لو انت بتشتغل, هنقول ان الابهات هترجع تشتكي وتقول انا بشتغل طول اليوم وبرجع متاخر. انا ما طلبتش منك اكتر من انك تراجع على دور الولاد, مين عمل الهوم وورك, مين حل واجباته, مين, وشجع, طبطب, ادي حب, برافو, قول كلام ايجابي. كل ده دي دور, لكن غير كده أنا مش موجود خالص والدور على الأم, لا طبعا دور منقوص تماما. يعني طيب خلينا نمسك بقى جزء جزء, يعني نتكلم مثلا عن مرحلة اللي هي الطفل اللي لسه أول مرة هيروح المدرسة, وإزاي هو متوتر قوي من العالم الجديد اللي هو داخل عليه وشايف الناس كلها يعني أشباح. يعني هو الطفل الصغير يعني لما بيبقى داخل على مرحلة جديدة بيبقى خايف قوي, أنا هبعد عن ماما, أو لو حتى كنت بروح حضانة فأنا هبعد عن المدرسة اللي أنا تعودت عليها وقاعد معاها وهروح عند حد تاني. فإزاي أنا أمهد لطفلي اللي أول مرة هيخش السنة دي المدرسة الحياة اللي جاية أو الدراسة اللي جاية؟ طيب دي خطوات هنمشيها كده مع بعض, 1 2 3. أول حاجة هو أرسم لطفلي وابتديها بدري, يعني ما جيش قبل المدرسة ب3 4 أيام, أنا ابتديها قبلها بشهور ممكن من أجازة الصيف. ولو ما حصلش أقدر ابتدي دلوقتي. هعمل له خيال. يعني إيه أرسم في خياله؟ شكل المدرسة إيه؟ أنت هتقابل إيه في المدرسة؟ الهدف من المدرسة. وأفضل طول الوقت أحفز خياله على إنه يكون عنده تصور عن المدرسة دي شكلها إيه. طب هو بنى الخيال,
نمرة اتنين أربط الخيال ده بالواقع. يعني أخد ابني ووريه مدرسته، طب وأنا بوريه المدرسة أوريه بقى الفصول والمدرسين؟ لا، أخده كده بيبقى فيه مكان اللي هو فيه بيسموه الجاردن أو المكان بتاع البريك اللي فيه شوية لعب أطفال، ويبتدي يلعب. جميل جدا جدا انه يكون في طفل تاني موجود، فيبتدي يتالف ان ده مكان موجود. وانا مثلا بدفع المصاريف وانا بشتري له الكتب، اجيب معاه هديه مع الكتب، افرحه باختياره للادوات المدرسيه اللي رايح. نمره اتنين، ودي حاجه مهمه جدا، اعلمه كيفيه التواصل قبل ما يروح المدرسه. ليه؟ يسمى كده في علم النفس ان مشوار او اول مره الطفل يروح المدرسه ده اسمه الفطام الثاني. يعني بنفس قسوه المشاعر اللي بيحسها الطفل لما يتفطم من صدره ولبن امه. طب المفروض ان انا اسيبه كده بقى يصارع الحياه؟ لا طبعا. عملت ايه؟ ربطت خيال بواقع. اعمل بقى حاجه اسمها ربط التواصل، يعني علم ابني ازاي يتواصل. طب هيتواصل مع مين؟ يتواصل مع المدرسه. لو ما علمتوش ازاي يتواصل معايا، طب هيتواصل مع المدرسة في إيه؟ في تسديد احتياجه، لأنه هو جوه المدرسة هيبقى عنده احتياج رهيب إنه يأكل، مش عارف يعمل إيه، مش قادر يفكر يعني إيه يفتح اللانش بوكس ويطلع أو يشرب. نمرة أذنك معانا مداخلة ناخدها معانا. أستاذة مريم من أسيوط، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، اتفضلي سؤالك. لو سمحتي، أنا ابني داخل KG1 بس هو كان في حضانة خاصة قبليها. تمام. فهو كل ما باجي اقول يلا نذاكر وكل حاجه هو شاطر خالص، بس دلوقتي عنده رغبه ان هو داخل على مدرسه وكل حاجه، فعايز ينام حتى لو صاحي من النوم. اول بيهرب، يعني بيهرب النوم. وبينام فعلا حتى لو صاحي. تمام، نشكرك استاذه مريم، شكرا جدا. طبعا عنده. معانا مداخله كمان ناخدها. استاذه موريان الفيوم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. عايزه اسال، انا بنتي داخله سنه 5. تمام. وبتبقى في الدرس مع المس فاهمه الاسئله كويس جدا وبتحل معاها، وتيجي في البيت تيجي تحلها مش فاكره فيها اي حاجه خالص، مش بتعرف تحلها. وتاني حاجه الواجب، بفضل اقول لها على الواجب ما بتفتكرش تعمله الا في اليوم اللي هي رايحه فيه. تمام، يعني حضرتك ابتديتي تديها شويه دروس كده ولا ده الكلام بتاع سنه رابعه اللي حصل قبل كده؟ لا لا، هي من زمان وهي كده، حتى برضه السنه دي بدات انها تطبق نفس الموضوع، يعني من كام سنه وهي على كده، واتفقنا ان هي تغير الموضوع ده. لقيتها برضه السنه دي ما بتفكرش تعمل واجب الا في اليوم اللي هي رايحه فيه الدرس. تمام، بنشكر حضرتك جدا، الدكتور هترد عليكي. معانا مداخله ثانيه، استاذه نيفين من القاهره، اهلا بحضرتك. اهلا ازي حضرتك، كل سنه طيبين. حضرتك طيبه، استفسارك. لو سمحتي يا دكتور، عايزه اسال ايه؟ سمعين. اسبوعين، الاسبوع اللي اتاخر والاسبوع اللي اتاخر بعدين، كنت ممكن تكون الامتحانات برضه في نفس التوقيت بتاعها 9:1. التوقيت بتاع نص السنه العادي، ازاي بقى يعني اتعامل مع ابني واعدي مرحله التاخير الكتير ده 15 يوم او اكتر كمان، لان ده هيضغط معانا المناهج. وعندي بنوته داخله اولى ثانوي، فكنت عايزه اعرف المفروض يعني يبداوا المذاكره من امتى؟ يعني لا انا بضغطها ولا الوقت بقى اقل من عدد الايام الدراسيه اللي علينا. تمام، هو بس انا يعني اول استفسار انا مش فاهماه قوي، يعني حضرتك ممكن تقوله لنا تاني؟ اول استفسار انا بقول قلت يعني التاخير بتاع الدراسه. هو هيأثر على الاولاد ويكون الامتحانات برضه 9:1 زي كل سنه في نفس ميعادها. فيا ترى ان دوت هيبقى تاخير ضغط في المناهج. انت قصدك ان هم هيضغطوا يعني، وايه هو هياثر قد ايه على ابني يعني او بنتي اللي هم بيجمعوا معلومات كتير؟ تمام، بالظبط كده، في وقت قليل اقل من الطبيعي بتاع كل سنه. تمام، الدكتور هترد على اسئله حضرتك، شكرا ليكي على مشاركتك معانا. شكرا ليكي، مع السلامه. ابتدي بقى باول سؤال، الطفل اللي بينام. احنا لسه بنتكلم عن الطفل فعلا اللي هو لسه الطفل اللي كان رايح المدرسه ده. احنا عايزين في حاجه اسمها الساعه البيولوجيه. يعني ايه ساعه بيولوجيه؟ يعني الطفل دلوقتي اتعود يسهر كتير ويقوم طول الليل صاحي وطول النهار نايم، فاحنا عايزين نبتدي نشتغل على الحته دي من دلوقتي. ليه؟ لان هو اول ما يروح اول يوم المدرسه، وطبعا احنا هنضغطه وهنرديه المدرسه، ما هو رايح رايح طبيعي. هيحصل له ايه؟ هينام، هيجي في الكلاس او في الفصل هينام. ليه؟ لان مخه
اتعود بقاله فترة ان دي مواعيد نوم، فهو مش بيستقبل، هو بيريح خالص، وان بالليل هو صح. فاحنا عايزين ننشط المخ. ليه؟ لان لو انا منشطتش المخ وخليته يصحى في مواعيد بدري وكده، هيجي في اول فترة هياخد على الاقل اسبوع او 10 ايام المخ مش نشط، مش بيستقبل معلومة، مفيش انتباه، مفيش تركيز، مفيش معلومة، في كل ده مش قادر. وعشان كده كمان في توجيه مهم جدا للمدرسات، لان برضو هم ليهم دور فعال. لما بنبتدي الدراسه ما ينفعش ادخل اول يومين او اول اسبوع غير لما اعمل ريفيجن، اعمل مراجعه، اعمل تحفيز للمخ، للانتباه، لاسترجاع المعلومه، الذاكره فيها ايه، تعالى قولوا لي ايه اللي حصل، ايه اللي خدتوه السنه اللي فاتت، طب نراجع السؤال ده، طب حد فاكر السؤال ده. انا كده بحفز المخ، بحفز الذاكره انها تبتدي تطلع المعلومات اللي مركونه. طبعا هي بس يا دكتور المشكله ان هي بتقول ايه، انا ابني خلاص يعني كان بيروح حضانه وكان مبسوط قوي، اول ما ابتدت الدراسه تقرب وابتدى يعرف ان هو رايح المدرسه، كل ما اقول له تعالى نذاكر او تعالى نعمل اي حاجه او اكلمه في الموضوع ده بيهرب من الكلام في الموضوع ده او المذاكره بالنوم. برضو حتى ده لو كان لسه صاحي من النوم مش هو ده رايح مدرسه جديد ولا ده رايح نفس الحضانه اللي كان فيه؟ لا يعني خلاص هو هيمشي من الحضانه ويروح كي جي 1. احنا بقى كنا بنكمل بنقول في ازاي نعمل ده مع المدرسه مع الطفل. نوجهه كمان لحته ان هو هيتعلم، يعني ابتدي مثلا اديله ورقه يكتب، ورقه يرسم، مش لازم تكون كتابه وواجبات ومذاكره وهوم ورك من اول طفل داخل لسه، لا قولي له ارسم، عبر، شخبط، اعمل اي حاجه، يعني تخليها له من ناحيه تشجيع اكتر، تشجيع، يعني احنا تحفيز، احنا مش هنقعد مش هنذاكر ده معلومه. وبعدين عايزين نتعلم نوصل المعلومات بطريقه جديده، يعني تبقى المعلومه مش مجرد ان انا بقول له اكتب اكتب اكتب. خلي بالنا ان النمو بتاع الصوابع ده بياخد وقت عشان يمسك القلم صح. احنا ساعات بيبقى الطفل لسه صغير ونضغط عليه نمسك القلم، فده بيعمل له الم على فكره، هو بيحس بالام وهو بيكتب كتير، لما يكتب كتير. عشان كده خليه مجرد يرسم او يشخبط، حتى لو شخبط تبتدي معاه كده تدريجي هيبتدي، وحفزيه ونشطيه، لانه اللي بينام ده بيهرب، ما هو هربان من حاجه يبقى خايف، هربان من المسؤوليه بتاعت والخوف الدراسة. الخوف والحته دي ما كملناهاش في الطفل الصغير اللي رايح المدرسه. احنا قلنا ان هو لازم يتعلم يتواصل مع المدرسه عشان يسدد احتياجاته ويفهم ان في ناني لما يخش الحمام. لازم كمان يتعلم لو هو هيركب باص، هو هيركب منين، هينزل ازاي، هيتعامل ازاي مع اللي جوه الباص، مع المشرفه، لازم يفهم ده كويس. نعمله زي بروفه كده صغيره، يعني كل ده يكون انا بحكيه معاه وبحكيه بلغه حوار بسيطه، بحكيه بطريقه لطيفه، بوريه صور، بوريه مثلا فيلم كرتون عن الحاجات دي، بحيث ان هو انا بنمي خياله، بعمل له صور جوه دماغه عن الحاجات اللي بتحصل، يجي لما يحصل له الموقف هو عنده اوريدي فعلا خلفيه عن الكلام ده فيقدر يتعامل معاه. تمام. تاني مداخلة كانت عندنا بتقول أنا بنتي راحة سنة خمسة، بس هي لما بتحضر الدرس مش بتركز في الكلام اللي بتقال فيه، ولما بترجع البيت ما بتبقاش عارفة هي أخدت إيه، وكمان بتتأخر في عمل الواجب، يعني ممكن تعمله وهي راحة الدرس المرة اللي بعديها. يعني طيب بما أنها مش بتركز فهي محتاجة أنها تعمل معها مجهود تاني على المعلومة، يعني هنثبت المعلومه مره تاني، ما هو انا اوريدي رحت الدرس وما وصلتش يا اما المدرس ده مش عارف يتواصل معايا، يا اما البنات او الولاد بيختلفوا في حاجه اسمها الفروق الفرديه. انا ممكن اكون حركي، واحد تاني سمعي، واحد تاني بيحبك، الطفل مختلف، البنت دي ممكن يكون عندها اسلوب تاني لتوصيل المعلومه مختلف. من ابسط الطرق واجملها واللي بقينا بنتبعها دلوقتي مع الاطفال انه هو يبتدي يقرا الدرس لنفسه ويسمعه ويقولوا ببقه، يبقى انا شغلت ثلاث حاجات، شغلت ان هو بيتكلمه بيحكيه بيبص عليه بعينيه، نمره ثلاثة بيسمعه بودانه، يبقى انا شغلت ثلاث حواس، ثلاث حواس هتخلي المعلومه يبقى هي رجعت من الدرس ما فهمتش حاجه، ادي الدرس اقريه بصوت عالي حتى لو بتتحرك، حتى لو في مزيكا جنبها، لان في اطفال ممكن تذاكر وفي جنبهم دوشه، فالاطفال مختلفين عن بعض. وشجعها كمان ان احنا واحنا بنعيد على الدرس تاني نحل الواجب بتاعه. ما هي لو قالته هتلقط من جواه الحلول والاجابات. بالظبط. احنا معانا مداخلات بنقول معانا استاذ عاطف من الجيزه. الو استاذ عاطف. الو معانا مين؟ استاذه مارينا. استاذه مارينا من الاقصر، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي سؤالك عن ايه؟ معايا بنتي ما بحفظهاش تذاكر، ما بحافظش اي حاجه، ما حافظهاش. مش بتحفظ يعني؟
لا مش بتحصل، بصي بتنسى بسرعة يعني. هو الصوت مش واضح قوي، بس احنا هي عندها كام سنة؟ أو في سنة كام؟ ألو أستاذة مارينا، هي عندها كام سنة أو في سنة كام؟ 5 سنين. 5 سنين صغيرة لسه، صغيرة قوي صح؟ صغيرة على الحفظ. بس هي كده في البرنامج زي ما حضرتك زي ما توقعت خالص. تمام، بنشكر حضرتك جدا أستاذة مارينا، شكرا ليكي. صغيرة قوي طفلة 5 سنين. معانا مداخلة كمان، واضح إن الموضوع فارق قوي مع الأمهات. معانا أستاذة سوسن من الجيزة، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، اتفضلي. سؤالك عن إيه؟ سؤالي عن ابني، عندي ابني في ثالثة إعدادي. أنا بحس إنه عنده لا مبالاة، إنه هو شاطر وذكي جدا، بس عنده لا مبالاة في المذاكرة، لازم أكون واقفة ورا، لازم أقول له لا ذاكرت كذا، لازم يكون في متابعة مني. لو ما تابعتش لا بيقع مني. هو رايح ثالثة إعدادي ولا كان في ثالثة إعدادي ورايح أولى ثانوي؟ لا لا هو ثالثة إعدادي، هو رايح ثالثة إعدادي. تمام، بس ممكن أسألها سؤال؟ أه اتفضلي طبعا، دكتور معاكي هتسألك على حاجة. هو حضرتك طول الوقت بتذاكري له يعني من ساعة ما كان هو صغير وأنتِ بتذاكري له، ما بيعتمدش على نفسه أبداً؟ الحقيقة إن أنا طول الوقت كنت دايماً معاه. ولكن الحقيقة أنا من السنة اللي فاتت ثانية إعدادي بدأت إن أنا أشيل إيدي شوية، لكن اكتشفت إنه لا بيقع، فلازم طول الوقت أبقى معاه. لكن انا لما ببقى عايزه من الوقت بحس ان اولادي الصغيرين بيتضايقوا، ماما لازم تكوني معانا. او كمان بيكون في غيره، الاقي اختي مثلا تقول لي يا ماما لا ذاكري لي زي ما بتذاكري له. تمام، بحس ان انا مضغوطه جدا، مش عارفه اعمل اقعد مع مين ولا عارفه اذاكر مين، فبقيت احس ان انا نفسي تعبانه. فالحقيقه انا مش عارفه اعمل، انا نفسي بقيت حاسه انه هو عنده لا مبالاه، يعني مش هتقعدي معايا مش هذاكر. ربنا مع كل الامهات استاذه سوسن، يعني ربنا معانا كلنا. بنشكرك جدا على اتصالك، والدكتوره هترد على حضرتك. معانا دلوقتي استاذه نوره من القاهره، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا محمد، اتفضلي سؤالك عن ايه؟ عايزه اعمل مداخله مع الدكتوره دي. سامعاكي الدكتوره. انا معاكي. نعم اتفضلي. معايا ابني في سنه ثانيه ثانوي. عنده حتة إنه ياخد قرار مع نفسه صعب جدا. ولما ناخد له قرار احنا بيقول انتوا اللي خدتوه لي. تمام. فأنا عايزة حل، أو عايزة طريقة نتعامل ازاي معاه، أو تمام، أو آخد قرار ازاي معاه. تمام، بنشكر حضرتك جدا أستاذة نورة، شكرا جدا على مداخلتك. يعني احنا عايزين نرد على المداخلات، احنا بقى معانا كتير نرد على حد بس سريعا كده عشان هو كان معانا الأخيرة دي، قالت إن ابنها ده لا خلينا نرد على الجزء الأولاني كانت ايه؟ وصلنا للي كان ابنها بيعتمد عليها في المذاكرة، اللي هي ابنها بيعتمد عليها في المذاكرة وعايز هي اللي تذاكر معاه، وحاسة إن هي عنده لا مبالاة زي ما بيقول. ليه بقى؟ هو اتعود إن في حد بيذاكر له. في الغالب كل الامهات او ثلاث ارباع او كلهم بصراحه يعني بيعملوا ايه؟ هم اللي بيذاكروا، هم بيحفظوا المعلومه لنفسهم، بيسمعوا لنفسهم ويحلوا الاسئله مع نفسهم. تلاقي الولد قاعد هو سامع ماما عماله بتلقنه وبتحاول توصل له المعلومه وهي قاعده يعني تحفظ. يعني احنا بنذاكرها بطريقتنا احنا. لكن هو مش احنا بنذاكرها بطريقتنا، واحنا اللي بنذاكر مش هو. الكتاب المفروض في ايده وهو يطلع منه المعلومه. عشان كده لما غيروا نظام التعليم للبابل شيت الناس وقعت. ليه؟ لان هو متعود ان المعلومه قدام. لا انت محتاج نعلم الاجيال الجديده البحث عن المعلومه. طب انا بحثت عن المعلومه اعمل ايه؟ انا عندي اقتراح لطيف كده لكل الامهات، طريقة جديدة للمذاكرة، وخصوصا ان الولاد ماسكين الموبايلات 24 ساعة. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الموبايل ده ونعمل جروب، بس مش للامهات، نبعد عن الامهات. هجيب جروب لابني واصحابه، 5 من اصدقائه، 6 من اصدقائه. هعمل ايه؟ انت هتاخد مادة والولد التاني هياخد مادة والولاد هيذاكروا لنفسهم. صدقوني بامان، لو كل ولد عمل فويس عن جزئية في الكتاب، تعال انت مثلا خد اول جزء في الصفحة دي قوله فويس، التاني هيسمعه هيتكرر، التالت هيعمل فويس تاني هيتكرر. يبقى احنا بنكرر المعلومات واحد ورا واحد. ادي قلنا الدرس حلو جدا. تعال حضرتك بتحب ايه؟ بيحب التيك توك. انت بتتفرج على ايه تيك توك؟ تعال اعمل لي العملي بتاعك تيك توك. تعال اعمل لي الحاجات العملي بتاعتك او العلمية
بعملها لي كانها تيك توك فيديوهات. لو احنا قعدنا نقول لهم شيلوا الموبايل من ايديهم هم مش هيتعلموا. يعني استخدم الحاجات اللي هي بتضيع لهم وقتهم ومشكله بالنسبه لي في حاجات تانية خالص تبقى مفيده. بستفيد من المتاح قدامي. ايه المتاح قدامي؟ هو الموبايل. انا هشغله لايه؟ بدل ما هو يبقى حاجه سلبيه لابني، لا انا اعمله حاجه ايجابيه. حلوه حلوه الفكره دي جدا. فيبقى بيذاكر لنفسه وبيذاكر لاصحابه. طب هيغلط، طب يعني ما اصحابه بقى هيبتدوا يقول له يا ولد عملت كذا، يا ولد عملت، لا ده غلط، لا ده صح. حتى لو الجروب ده فيه ولاد وبنات هبتدي دي طب مين اشطر في اللغه، هيلقطوا من بعض اكيد ويتعلموا معانا احسن ما يتعلموا مننا. بس عايزين نجاوب بسرعه لان في كمان مداخلات تانية مستنيه. في استاذه مارينا كانت بتكلمنا من الاقصر بتقول انا بنتي عندها 5 سنين بس مش بتحفظ خالص. انا مش مطلوب من بنت 5 سنين انها تحفظ، مخها لسه ما ابتداش يوصل للنضج الكامل ده لعمليه الحفظ والادراك، هو يا دوب بينتبه للمعلومه وقدرها انها تحتفظ بمعلومه. مش لازم تكون معلومه قد كده، هي معلومه ان الف عليها همزه وب تحتها نقطه، ده في 5 سنين انا مش لازم مديها كم من المعلومه. يعني لسه سنها ما يسمحش انها تحفظ سنها حاجات حتى هي كتير. هتلاقيها عندها، هي هتلاقي عندها طبيعي معلومات والجيل ده متفتح وكل حاجه، بس انا مش لازم اضغط من دلوقتي عشان احنا ضغطنا دلوقتي بيخليهم يكرهوا لما يكبروا. استاذه نوره كانت بعت بتقول ابني في ثانيه ثانوي مش عارف ياخد قرار، ولما بختار انا ليه القرار بيبقى بعد كده بيقول انتوا اللي اخترتولي ويحط الغلط عليهم. احنا بنتكلم على عند المراهقه، وعند المراهقه ده لازم نعلم الولد يكون مستقل ويتحمل مسؤوليه نفسه. خد قرار، خده غلط ايه المشكله؟ يحصل ايه؟ فشل مره ايه المشكله؟ الفشل يؤدي لنجاح. احساسه بقيمه او مش بقيمه بقى الفشل، احساسه بانهزامه وفشله هيخليه يجرب ازاي ينجح، يحاول يبذل مجهود. تمام. احنا معانا مداخله كمان، استاذه ميرفت من القليوبيه. استاذه ميرفت مساء النور، اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بحضرتك يا فندم. انا معايا ابني انا 5 تمام، وهو يعني مستمد عليا اهتمام كلي، يعني صعب قوي هو في الدروس وفي المدرسه مش عايز يعمل حاجه لوحده، حتى الواجبات له في حاجه نعملها بالسماء. تمام. ومتعبني جدا. تمام. مع العلم ان هو كان في كي جي 2، كان عنده 8 سنين، حسبته حتى كده كان واقع من البلكونه من الدور الثاني. بسم الله عليك. فحصل له في عين بقى عنده عجز فيها، ما بيشوفش بقى ما لهاش علاج. يعني هو عنده بس يعني هو عنده مشكله بسبب الوقعه دي، بس اثرت على العين ما اثرتش على اي حاجه يعني في المخ او حاجه يعني. الحمد لله. عصبي جدا. لا الف سلام عليه. حد يقول له اي حاجه. خلاص الدكتور هترد على حضرتك، شكرا لاتصالك جدا استاذه ميرفت. هو طبعا تعرض الطفل في سن زي كده للحادثه يعني صعبه زي كده اكيد اثرت عليه نفسيا. ممكن يكون عنده احساس داخلي بانه اقل من اصحابه او اقرب، دي مشكله لازم نتعامل معها باستيعاب كويس قوي قوي. كمان مش لازم نقلل من قيمتها، يعني مش لازم اقول له لا انت تعبان خالص وما تقدرش تقوم باي حاجه وابتدي يبقى اعتمادي عليا وربي ابن اعتمادي بشكل كامل. لا لازم حتى لو عنده مشكله ابتدي برضو احفزه انت تقدر تعتمد على نفسك. ما اطلبش منه اكتر من اللي يقدر يعمله. يعني اديله اوردرات او اديله أو يعني طلبات صغيره، مهام صغيره حتى في المذاكره، يبتدي كل ما ينجح في مهمه هتلاقيه هو يقدر يعمل التاني. لكن انا سايباه وعمال انا بقوم له بيعتمد عليا في كل حاجه، طب ما هو مش هي المشكله ممكن طبعًا تبقى عندي انا، عشان هو صعبان عليا ان هو عنده مشكله فانا اللي بعمل له كل حاجه، فانا بعمل له كل حاجه وده ما ينفعش. يبقى هو مش هيقدر يستقل بنفسه ويبقى لازمك ناخد المداخله دي. استاذه ايفون من القاهره، اهلا بيكي. اهلا مساء الخير. اهلا بحضرتك، اتفضلي. انا عندي ابني هيدخل المدرسه السنه دي. تمام. فهو بيروح الحضانه يوميا. كويس. فهل اديله فتره ريست او اجازه قبل المدرسه يريح شويه، ولا خلينا مكملين في الحضانه لغايه ما تبتدي الدراسه؟ تمام. خلاص ده سؤال حضرتك يعني. ايوه. شكرا ليكي وعلى اتصالك. هو ايه؟ الولد عندها هيخش اول سنه للمدرسه وهو بيروح الحضانه، فهل يفضل ان هو ياخد فتره اجازه قبل ما يخش على المدرسه، ولا يفضل يروح الحضانه لحد اخر يوم ويخش الدراسه؟ لا اعتقد انها محتاجه تعمل فاصل عشان تعمل الربط بين التغيير اللي حصل في مرحله الحضانه والتغيير اللي هيقابله في المكان الجديد والناس الجديد. فعشان ماخدوش كده النهارده كان بيروح الحضانه
عنده احساس بالامان للمكان وللناس والاشخاص والاصدقاء اللي بيتعامل معاهم، وتاني يوم بعمل له صدمه فبوديه مكان مختلف تماما ومش عارف الناس اللي فيه. وانا في النص الفتره اللي انا هاخدها دي لازم اهيئه نفسيا زي ما قلت، ازاي اعمل له الربط بين الخيال والواقع وازاي هيحتاج المدرسه ويتعامل معاه. تمام، يعني من الاحسن اللي هو ياخد فتره طبعاً. اجازه حتى لو صغيره، حتى لو صغيره بس تمام. نعمل فاصل عشان يقدر يتالف مع المكان الجديد. نعم، معانا مداخله كمان، استاذ عاطف من الجيزه، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم، اتفضل سؤال حضرتك. حضرتك كان عندي ابني دخل سته، تمام. لا يعني في القرايه صعب ان هو ينطق الكلمه. يقراها يعني ولا ينطقها؟ ما بيقدرش ينطق. تمام، يعني ما بيقدرش يقرا، هو تحس ان هو شاطر وناصح وكل حاجه بس ما بيقدرش ينطق الكلمه. تمام، بنشكر حضرتك جدا استاذ عاطف. الدكتور هترد عليك دلوقتي. هو مش بيقرا ولا مش بينطق؟ لا هو شاطر جدا وبيقرا وبيعمل كل حاجه بس هو مشكلته في النطق، ما بيعرفش ينطق الكلمه. اعتقد انه ممكن يكون محتاج حد متخصص يقدر يحدد ليه، لان النطق يعتمد على تركيب ممكن اللسان والحنجره فلازم يروح لحد متخصص يقدر يحدد لنا المشكله فين. هل هو مش عايز ينطق فده نوع مشكله نفسيه، يعني ولا عنده مشكله يروح لدكتور تخاطب مثلا؟ طبعا لدكتور تخاطب، طبعا المراكز المتخصصه موجود فيها دكتور. تمام. يقدر يحكم على ال التكوين الجسدي بتاعه من جوه، شكله ايه، في عيب خلقي، في حاجه ناقصه، في مشكله في اللسان، الجزئيه اللي بتربط اللسان بالبق بالفك كل ده ليه كله اجراءاته يعني اللي الدكتور يقدر يحددها. محتاج دكتور مختص طبعا يشوف الحاله عشان بعد كده اقدر احدد انا هتعامل معاه ازاي. انا لما هيجيني هقول له روح الاول للدكتور حدد لي في مشكله جسديه في تركيبه الفك، في تركيبه السنان، في اللسان، في لو كده هنقدر نتعامل بطريقة. لكن لو المشكلة عنده نفسية ومش عايز يقرأ دي حاجة تانية بقى نبتدي نفكر فيها ونحللها ونشوف ايه المشاكل اللي هو ليه مش عايز يعمل كده. تمام، طيب خلينا يا دكتور بقى نقول، يعني في علماء تنمية كتير قالوا ان لازم قبل الدراسة ما تبدأ يفضل ان احنا نفضل قاعدين في البيت، ما نروحش بقى نتفسح، ما نسافرش، ما يعني كان في فترة كده طلعوا لا لازم يكون في زي فترة استرخاء بس جوه المنزل. حضرتك شايفة ايه؟ انا عن نفسي وجهة نظري انا شايفة ان النظرية دي غلط. ليه؟ لان انا كده برضو بحفز سلبي لدخول المدرسة. يعني انا هحرمك من كل حاجة لمدة شهر قبل دخول المدرسة. طب هو اوريدي فعلا بعد ما يخش المدرسة هيتحرم من الحاجات دي. يبقى المفروض العكس، يبقى المفروض انا بشجعه على المدرسة، طب احنا نخرج نتفسح النهاردة عشان خلاص المدارس قربت. بس ده واحنا بنظبط برضو قبلها بفتره الساعه البيولوجيه بتاعتنا، يعني اللي هو نظبط مواعيد النوم والنظام كده. في حاجه لطيفه جدا، ليه ما نعملهاش مثلا ليله المدرسه؟ ان احنا نحتفل زي ما بنعلق زينه، نعمل احتفاليات المدرسه. وممكن بابا وماما واحنا كمثلا طفل او طفلين نخرج نتمشى، نشرب حاجه لطيفه، نقضي وقت مع بعض واحنا بنتكلم ان احنا بنحتفل بان المدرسه بكره، بدل ما نقعد ننكد على الولاد ونزعق ونتخانق وبكره جاي الهم وبكره جاي لا نقول بكره النكد بكره زي ما بيقعدوا يغنوا كده الولاد اصلا صغيرين. فعلا نديهم اشارات ايجابيه. احنا فعلا دي حاجه جميله كده بجد يا دكتور. يعني عايزه اقول لك ان الولاد عامه في اي حته يقول لك احنا عايزين نلحق نخرج ونتفسح ونسافر كاني مثلا داخلين على مؤبد، يعني هيتحبسوا وهيبقى في سجن في البيت، فهم جواهم طاقه حتى لو هم مش قادرين. يعني بيبقى الطفل راجع منهك على الاخر سواء من تمرين من اي حاجه، لا مش عايز اروح البيت خرجيني، ما هو خلاص المدرسه قربت. يعني ليه هو بيلاقي ايه بقى في البيت بيخليه مش عايز يروح البيت؟ ماما اللي بتزعق وبتصوت وطول النهار وراه وبتعاقب ويلا وقعد ذاكر. احنا ما بندهمش حتى فرصه يفكروا ازاي يستمتعوا بوقتهم. يعني طب ما نخرج مع بعض ونتفسح ونحتفل يا سلام لو نحتفل بكره المدارس وراجعين دي سنه جديده وانت عديت خطوه في طريق النجاح وانت خلاص هدفك قرب وسنه زيها زي اي سنه. مش لازم الطفل يكون فيها جايب درجات 100%، ولازم نصدق ان في فروق فرديه. الاسئله اللي كانت موجوده، الامهات اللي بتشتكي من الحفظ، الماده دي مش حافظها، على فكره ممكن يكون شاطر في ماده تاني، هو مش لازم يكون مثلا العربي عنده صعب فمش شاطر في الدراسات، ده ممكن يكون في الدراسات قوي جدا. تقبلي هذا، تقبلي
ان ابنك مختلف. عنده يعني الحساب ده بالنسبه له ميه سهل، واحد تاني الحساب عنده مكلكع والعربي بالنسبه له والمحفوظات دي حاجه برضو اختلافات حسب. اختلافات فروق فرديه بين شخص وشخص. كمان فكري في الاسلوب اللي بتوصلي بيه المعلومه. في طفل حركي يعني، في طفل هو بيتحرك بيذاكر على فكره يعني، مش لازم يبقى قاعد والطفل فوق المكتب وانت مرسخه في دماغك ان اللي بيذاكر لازم يبقى قاعد فوق المكتب وماسك ورقه وقلم. لا، على فكره ممكن يمسك موبايل ويذاكر، ممكن يكون بتنطط وبيذاكر وبيسمع. فدي عادي، دي حاجات احنا المفروض يبقى عندنا عنها فكره. طيب في ظل الظروف اللي احنا فيها اليومين دول، وان الاسعار طبعا في ارتفاع مستمر، وزي ما حضرتك عارفه المدرسه محتاجه متطلبات، سواء بقى حاجات المدرسه، الاقلام والكشاكيل والشنطه والشوزه يعني حاجات كتير قوي. ازاي انا اقدر ادبر نفسي في الظروف اللي احنا بنمر بيها؟ وكمان من اهم الحاجات اللي انا عايزه اسال حضرتك عليها، هل وانا رايح اشتري الحاجات دي لازم يبقى ابني او بنتي معايا؟ طبعا. اولا ادبر نفسي اكيد الام اللي قبل ما نجاوب على السؤال ده هناخد بس استاذه صباح من المنيا. استاذه صباح مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. حضرتك بصي، انا مقدمه في تكافل وكرامه يعني، وما حلتناش اي حاجه، وكل ما استعلم عن البطاقه بتطلع غير مستحق، ومفيش اي حاجه حلتنا وناس فجره يعني. يعني حضرتك ممكن تتواصلي مع الكنترول هيجاوبوكي وياخدوا منك رقم تليفون ويردوا عليكي في الموضوع ده. عايزين بس نجاوب سريعا جدا على الموضوع ده لان حلقتنا بتخلص. المفروض ان احنا طبعا نكون عاملين حسابنا يعني، اي ام شاطره بتبقى عامله مثلا جمعيات واخدين يعني مظبطين امورهم في الحاجات. المفروض كمان المدارس تقسط يعني، يبقى نظام التقسيط في دلوقتي كمان اماكن اتعملت عاملاها الدوله للشراء بالجمله. نداء بقى لكل المدرسين والمدرسات والمعلمين والمدارس، بلاش الطلبات اللي ملهاش 30 لازمة اللي بتخلي فعلا الولاد تبتدي تقارن بعضها ببعضها. بلاش الحاجات الكتير والألوان والجلدات، كل ده مش العلم. العلم هي معلومة بتوصليها للطالب، حتى لو في كراسة واحدة أو كشكول واحد هتوصل له المعلومة. العلم في الراس مش في الكراس. آخر حاجة حضرتك تقوليها لكل المشاهدين اللي بيشوفونا وكل أم بتستعد دلوقتي، ابعدي عن الفيديوهات تماما، ابعدي عن جروبات الماميز تماما. سلامة ابنك النفسية أهم بكتير من نجاحه من درجاته من كل ده. أنت مسؤولة ولكن في رب فوق بيكافئ وبيدي والمستقبل بإيديه. افتكري كويس قوي أن الفشل مش معناه نهاية الدنيا. الفشل هو بداية نجاح متميز. نشكر حضرتك جدا. شكرا جزيلا بجد على وجودك معانا. كان معانا النهارده دكتوره جيهان نخله، اخصائي ارشاد نفسي واسري. شكرا ليكي بجد. كل الشكر ليكي، ميرسي جدا. حابه انبه لكل مشاهدينا اللي بيشوفونا، احنا بنستنى كل تعليقاتكم وكل اقتراحاتكم اللي بتجيلنا على صفحتنا من يجدها على الفيسبوك، وبنستنى كل حاجه انتوا عايزينها عشان خاطر تكون معانا في حلقات تانية. كل افكار، كل اختراع، كل شعر، كل يعني كل واحده عندها موهبه تبعت لنا، هنتواصل معاها. ودي كانت نهاية حلقتنا، استنونا يوم الاثنين الجاي قبل ساعة من دلوقتي وحلقة جديدة في من يجدها.